أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما معنى قول القائل بجاه النبي، وهل هو من شرك الألفاظ؟ ما يجوز هذا، ما يتوسل بجاه أحد لا النبي ولا غيره، ما دل لا دليل على هذا، ليس على هذا دليل، وإذا لم يكن عليه دليل فهو بدعة. نعم. وأما قوله يعني ما يذكرونه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: توسلوا إلى الله بجاهي فإن جاهي عند الله عريض، فهذا مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس في دواوين السنة أبدا، وإنما هو في كتب الموضوعات. نعم.